الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، إن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. من حديث أنس بن مالك أيها المسلمون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، يرحم الناس كافة. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نتحدث اليوم حسب ما تيسر من ما تقدر من التيسير وتيسر من الوقت. نتحدث عن شريحة من المسلمين غيبت بين أظهر المسلمين. نتحدث اليوم عن أناس هم منا ونحن منهم، ولكن ظلمناهم وظلمهم غيرنا وظلمهم المجتمع. نتحدث اليوم عن كبار السن. منين يا ربي؟ منين النبي صلى الله عليه وسلم خيوذن يمغان يوذن يكسان أريس تمغار؟ الحالة يتعيشني في السورة أريس تمغار ما تصارد يا ربي نغلى. وكني يوم بعد تحكمم إن أنس بن مالك إجنع النبي صلى الله عليه وسلم إججج النبي صاربي: والذي نفسي بيده. وحقني ذي دخرقا نفسينو رعماينو كفوس النس، أي وحقار بالعالمين. إججج النبي: لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. إما ذي يا رحمار بي
لوني أرحمن أي ثماس يعني وني غجور غزرو وني غجل قسوة ذي القل هذه السنة لقت بعيد خارحمهن صيدا ربي يجج محمد صلى الله عليه وسلم أن يا ربي والله ماذا يرحم إلا وني أرحمن إمسر من استغرب الصحابة فقالوا يا رسول الله كلنا يرحم نرحم يا رسول الله كل الجن يعني يتقذب الناس من مزمى قال ليس برحمة أحدكم صاحبه إن سوقصد خشا فارحم ذميش فارحم يجيش فاميليا نشني غوش يدسن إمين تقصد يا رسول الله يرحم الناس كافة ومن النبي والله ما ذي يرحم ربي إلا وني غجور يرضى يرحم من سرمن إن ناس ما رحم يا رسول الله ويجنن إن ناس قصد غطى رحم عباد الله أجمعين أجمعين والحديث عند الألباني في السلسلة الصحيحة سنقصد روس وأمرت سنقصد إذن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم ذي التعظيم ذي عظم غهج ذي صيد ربي ذي وقار إغاث وقار رب العالمين مرمي خمين إغاث وقار إنش النبي وترحم وتحترم بنظم يمغاني يكسع أريس فمغاث مش نو مش سنتقر خون الشيني والسورة يربط يقارن يقرن الله تعالى التوقير الناس اك التوقير نوذان يمغان أريس فمغاث شيخ او امرأة عجوز طاعن دي السن او السات والسات بين خوسين ان شخميغة تحترم توقع ذي وذانا نعم رخدني خميني غتقل شي سيدة عربي زيك دي قبر لان فعلا شك توقع ذا عربي شك تسلحيد زي سيدة عربي العالمين يذكر حامل القرآن كذلك إكرام ذي السلطان المقسط فجعل إكرام المسنين من إجلال الله وربط الإسلام بين توقير الخالق وتوقير المخلوق وإجلال القوي سبحانه وإجلال المسن والضعيف وذكر علامة يكرم بها صاحبها هي الشيب فكان حقا على كل امرئ رأى هذه العلامة في إنسان أن يكرمه ويحترمه ويجله ثم انظر كيف جمع بين المسن وحامل القرآن
والسلطان وقدم المسن كأنه يقول لك وقر المسن كما توقر السلطان والرئيس والحاكم. يجمع النبي رمي وصى النبي صلى الله عليه وسلم خبنا ذمي مغاني يكسار يصطى مغاث إنش وقاريث أرحميث ويتوصش الاحترام مشناو ما مشاش يتوص أهل العلم أهل القرآن نغ الحاكم المسلم السلطان الرئيس أتوقع ذا تحترم أمني وأن العلماء شوف وغسل العلم ذا القرآن وسلطان ونتمكن وغسل وغسل وهيكسان يسزر في النبي صلى الله عليه وسلم خاسم مرة أتوقع ثم القرآن ثم نيم إنش تعظيما ابن ذم شابن دي الإسلام وتحت لفظ إكرام ذي الشيب المسلم تأتي كل صور الرعاية والإكرام والاحترام للمسنين كالرعاية الصحية يتوصن بنادم يكسان زباب اشغى عزيزي اشغى خارج غجيرا غمدا ويتغيمي شي جني يكسار وغفشا طرح القوة يمكن وارو المال هذه تمنظر شي مخزاديس مش نور خو ماشي توقع ذي سبيطارات تمنظاني وذان سار شور ما ريكسا ولو تمنيات الرشرف تمنضى فما غاتكسا تمنضى طارو غي وات انسبيتا اموين ربي ورسوله شين دي مسلمن إناش يتوصن الرعاية الصحية ذي الإسلام خبر غاسغة أوروبا أو السار توسار يعني رجل شيخ كبير في السن وامرأة عجوز يعني طاعنة في السن توصان الرعاية الصحية أضبير هذا سجد وغاصني غواغاص سبيطار أتيكسي ثروة النص أكيس في الدين المجتمع أتعاون غالعملية هذا الرأس وغاصشا يكساكي نخشيب نقارس من داش غالك 2-3 مليون العملية نث ما نتجمد ذي المجتمع الإسلامي نقمث لا لا يجوز يتوصش تقدير عقر أو سان يتوسى في جدغية وضرخبة أن يحوج الدواء ذا يصرح حريق ويتتص نغي خساس سبيتار يخساكي سنب الدمار ويتوصى نغت ذي خسات سنم والرعاية النفسية خميني تكوذ من هذا 60-70-90 ويتغيمي شاني كامل القوى العقلية ما مش تغى تسند يتخصصيش المعاملة يوني يكسان تني يكسان خاصة الإسلام من يوض آمين راعة يتخصص إيش المكانة خاصة تراعي الحالة النفسية وني يكسان وتنقمد لان ما راه نقمد الجنده مزيان شاب شحال ما يقسس الحار ومن بعد هذه الصغار دينا ديك فواض ني غاش يودي زيرو ولكن وني فسان وغاص بو القوه اني دمر وغاص بو يقرا ورا المنصب وهو يتحس شند الضغوطات النفسيه مؤلمه اربعه الاخوان خميت تدفن الله يجزيهم بخير تقنامو عاف عني في السن إريقيم لا قثات كبيرة الإحرام ثواتيري كبيرة الإحرام لا مرة نحن الزج وزمت قد كبيرة الإحرام تفدي الصرش كتقيم لا بد خميغه قد موت كبيرة الإحرام يخصد الزج وخلخات يدخل المنبر يفدي جوماج صحابي قناة السليك الغطفاني
إن إقي من نس النبي صلى الله عليه وسلم ما يتجخل من بار أصليت ركعتين إن نس الله إن نس قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما كا زج ركعتين خفف خفف ليس نشتنغشين ابن آدم ناس زون سحس نعطى إيوا ما راه عطى ما سمت صاحبي خغاه نعاش ونص سنعاش ونص يخسر مسجد يري عما سنعاش ونص خمي غايدن صافي روحي خسامرين ماني ضاع مع خمسة ضرورة يجني قوادي قوج يجني تزيز طوموبيل يجني وضا يجني عرش أرواحي تضغط عمام تمزيدة خافية ومن بعد الزر شكل غير فقيم خطيق تي ساعات ما رغاهم شان الرغبة قاها نعاش ونص المسجد يتعمى سباد كشي ما رات وقام عربي ما رات سباد شارم وها وني شيء آخر التوسن غني مغان رعاية الصحية والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية وذي سنسمح وسنسقنير وخسن تدعير ذي الإدارة ذم الزوار ذي الطوبيس ذم الزوار ذي ماني ما أسنكش فوس نوفي تقبري ذات نكسي ستوموبين التوسن غني خسان مرة منايا لأن الشك ذنش كان قواغا 60 سنة 80 سنة درقان ماريت ولا ربي ذي العمر أتعيش نفس اللحظات يتعيشوا النيكسان والاقتصادية ومحو الأمية مارا 80 عام ويسينا ذياري وزاسي قطعبوا الإسلام رئيسا مشينش كتفضيه إخسادة سنسرم ذا ذياري يونيكسان تنيكسان وقبري كل شيء ذا سنسرم هذا يحفظ الفاتحة زي غير زجة أواناس قصار صور هنا مرة التصنخ وغيرها من صور العناية التي ينادي بها المجتمع الدولي الآن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا النبي قام واجب الزينب ويكمر بالإيمان نس وني قام دم سرم اثنين حوايج دي استعفانين غا اثنين ماشي اثنين مليون حاجة اثنين وانت مسرايين ويرحم مزيان ماني ما يعذق حنجرة مزيان الشريف أم دادار ذي ورن عفانا نخس خار أو يتقارو أو يتذا أو يتشرب أو يدروح إنية سفرا أي ورن عفانا ولا خير فيه وزي حثالة الناس زي إشافان نقه ويتزيد الحثالة الحالة مغني ويوقر كبيرنا وجبوا الزين غيقنا بزي الخلق النغ للإسلام مركذييري وني ويرحم أحنجارا الزيان وني ويتوقان بنذمي مغان يكسى يكسى وخو غصب العلم أهل العلم بين أن توقان وخا يكسى غشو ماري وغسوالو إنش النبي تصورش تزجد صالة صيام وتزجد خنابي يوم القيامة ذا يستخزاد شي قال النبي ارحم ما لديك غاثنا إنا ارحم خافي هذا الدليل ليس منا ماشي صوف غجد الإسلام لا ولكن شكتك جاذن الخلق يمسر من ما رواف ارحم ذا سيمي ولا توقظني مغان أما إما إني مزيانا خص غير يومين شن مرة دي الانترنت روح اتزام اني غارين المعلم ذي الاستاذ اعمودي ذا سيتقي وحنجان 7 سنين ماشي مرة تبارك الله نسم اهل التربية اهل الخير والتقوى لا مدة يسن بعض العناصر ويسجح تذي الساذ بيت المات اه تذي ستش غادي يا رب امي للأسف
سعدون شان صور شان فيديو فحن جات استهزاز زيس المعلم غا صبورة مسكينة إحشيز ديوار نزاتي حنجاني مزيانا ثمن سنين تغريفت ولو يماس ولو باباس رمي وقع الضجة ذي الانترنت إيتا المسامحة تراجعت غيري وتغيري من وضي وظن وني خلي الله من وضي وظن إي وينا أمان ذي بني شكر ماماني لا تكون الرمان لا تكون الرمان سند تري سنتي يوحنجا غاس 9 سنين يا ريت ذا زيزا مريش مين خف ويغري يعطى ودي وبطفتا وا 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 هذا استقل امه الوحش الوحش استقل امه يوحنجا 9 سنين 10 سنين يقالنا باثنين لا يكفي وفر حمضة مزيان وتوقظ قران لا خير فيك بعد ليس مني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح ليس مني مسرمن من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا يمقرنا نغنتو قارث نشين ماشي سنتقينا يمغان 60 70 80 90 ماش زما كاين غي قفيل هذه خد سمان نخفوت ني غادي ندي الطوبيس ني غادي التاكسي ما رواي زما ذي من عيق في النسا خاص نعجن إما راي قيم إيوار نيتسرى إيوار نرعب وان تحتيري من لون نيبسان له نيبسان مجتمع ترجدس يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الإسلام من الذين لا يوقرون الكبراء والمسنين عناصر شادة في مجتمع المسلمين بل تبرأ منهم إذ ليس من المسلمين يعني كمر الإيمان سن من لا يحترم كبيرهم وليس من المجتمع من لم يوقر مشايخه وأكابره وكبار السن ولنتأمل لفظة النبي صلى الله عليه وسلم يوقر النبي يورنس شنور ميزان الذهبي كي صغت عمل لأن بطاطيس نقصش جرام 2 8 وتأثى ولكن أعرق جرام يتوي 8 النبي يورنس صلى الله عليه وسلم كتازي الذهب أتوزن وإن النبي ليس منا من لم يوقر كبير السن من لم يوقر جنيم غادي السن إن كبيرنا إنس به النبي غيخف النس العلماء من فهمان إنش بمعنى والنغوى يوقان وبنذم يمغان والنخمي ويوقان النبي والنغى يغضر النور نغى ذي استهزئ نغى ذي هان إجني بسان غيشت نتبسان أخمي ثهانز محمد صلى الله عليه وسلم مش قد حب النبي صخار إن المحب لمن يحب مطيع الحديث إن ليس منا يصحح الشيخ الألباني ذي السلسلة الصحيحة إجن حالة إجن قصة ثوقع ذي العهد النبي رمي يفتح مكة النبي الحار أكل المشركين والكفار شوف ولكن ما مشيت عملك إني مغان ذي السن وذا يسني وذا نواسري من يا الرحم في غاستغى غا محمد صلى الله عليه وسلم شي ما جار رحمة ثارثي تزرجة تبارك الله رف الجار الأوقات الزكاة العمرة الرحيش ماشي مرة ما رغيش نشي شار وريت جمون بعد التفذ واور وجدوني قساح حكيم سرمن ويرحم ويعتق واوا ويتعجب صغا وخيض حش ما نيجي المجتمع الإسلامي لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا النبي فتح مكة ذي رمضان 8 هجرية ودخل المسجد الحرام رميو فول مرة النبي 365 صنم يتظل أصنم
أتى أبو بكر بأبيه يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال صاحب الخلق العظيم؟ رعجب قين ذي الحر شيتمتع شمش ذروح يذمن السيوف رميوث الشرك، مظاهر الشرك، الأوثان، الأصنام، الأنداد، الزرا، هوبال، لات، العزى، و من ومن النبي انتبه أبو بكر رضي الله عنه انده ديجو السار انده دو السار يقواد يقواد أرميد غيقارب غا النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر يا رسول الله أقشوى ذبابة وادن الدهغو السارة ذبابة يا رسول مين دس إن النبي قبر صغيني ما يسرم ما لا ما يقال ثارس يمغى 80 أو 90 عاما مجدي قوى مسكين وعدوي هذي وين أبو بكر ذبابة صار رحم ذي ذي غتمر النموين مين إن النبي ذغيا هل تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا الذي آتيه؟ سبحان الله، ما هذا الخلق العظيم يا رسول الله؟ ما زد الخلق؟ نعم إنه محمد زي الإسلام الخلق. إما غنشين يا رسول الله ونرحم ما غور نغذر ذبرشان شنو الحنظل فارزو قير فرفر يتقسن وجو غا تسيور ذرو غا فمصحى ذرو غا فقاربض ورو غا فشاوى ذرو غا فقيمض ما غا لإن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الدين كسيد زيس الشين القشور نتزاد جان زوم ما صافي توارني وذات شان مغني الله يجيب إن رسول الله يا أبا بكر يا أبا بكر ما يمي واتجي ذبابة شي كسادي هدا ناشي غصغي رحم. سبحان الله، شكي يا رسول الله، شك أفضل خلق الله، شك أكرم خلق الله، أنقى خلق الله، أتقى خلق الله، جبريل كيك، شك أحب إنسان غصيد ربي، أفضل خلق الله يعجن صورة سنجي ثمواف ذي الحر أطرح دي الحلايات كباز قسات إن سنع إلي روح غاس النيف من دي سينا أبو بكر رضي الله عنه إن السمحي لا يا رسول الله القيمة نشتمغى هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه هي الخلق الإسلام. لا يا رسول الله يمغى يكسى ذبابة شويت شويت ما ششتي ذاوير وجشكي غصغي راحن أبزاد الخلق يا الرحمة المودة المحبة المسرمن مع روارثنا ينسوس في خغنبوب وتسار شر الدغيم ماشا شو الضغذير حبس غاخين يوني إخوان تزيت غاس يوسى استعظم الجثمين وتني صافي أسد علي وفي الحرب نعامة تفر من صفير الصفير ماهيت وان سوريا هذا المجرم في سوريا إين غينش 500 ألف جارح نجاني مزيانا تمغاريني وكسان ذي السورة إمسقيث شذا شذي الأردن شذي تركيا شقذورة شقيت التارخو شي الزنز العرض الناس ذوين قاع وين هزوي قوالو يعذو دي ضناد استقمي جات يروح يحتفل رنت السنة الجديدة غام السرم رمي غاز ديو سبب اسن أبا بكر إسقار به الغاز يقيس جمخس النبي وأكرمه ثم مسح على صدره يخسث يا رحم النبي الرحمة الحقيقية يقرب إس جمخس النبي يقيس فوس النس يستعذو يسخيذ معن من دا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم خصغا شرخال عاد ويسر من باب صابو الناس اسلم يمكن تمثديه 80 90 اتمثض نهار سيمانه خطار اسلم صافي اي مور ترجع هذه سرم يا رسول الله سي مور
الشين سنين تبوي بوح والو من هي أسلم فأسلم وشا يسرب يزرى الخلق اللي كيسجل النبي رسول الله تغى يزرى غار ذي الجاهلية الزعماء القبائل حكام القبائل أقرم مدنة كسين تمغارين ضم عمضي السنت الظلم ذوين إن سوى محمد مش خاص نسرى نبي الله فوق مارة يوذنا ذي الحكامة ما مش تغيى فقط خزا غتار جيجين إقارة سيمي ما يمي تسعد بذبا باش نشي غاية رحم وميدي والله يسجم خافي ذار عيس غيمي إن سرم بابينو يكفي فأسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أي قوم سيما ناس قومي كيف ساعات بدون تزرة. أيها الإخوة في الإيمان يشهد العالم العالم ماذا تعيش سوذين نصدر من نصد مجوسي الوثان في السنين الأخيرة اهتماما ملحوظا بالمسنين وقد شهد المجتمع الدولي أكثر من فعالية دولية من مؤتمرات وندوات عالمية لتناول قضايا المسنين وشهد عام 1982 شان 63 سنة شان 63 سنة قوامي بذن أول مرة يبدأوا ماريكان أوروبا يخنطفطاخة حقوق الإنسان تقدم تطور 63 64 سنة قوامي بذن السور نعاد ديك المؤتمرات يخساوني خسانة سنو شوي القيمة شوي ندورو قطمن ضانين يخدمون مغان خسانة وغاز نعاد 63 سنة 65 الإسلام 1436 عام 14 قرن ومن محمد صلى الله عليه وسلم تغى أوروبا غارقة ذي الجهل ذي الجاهلية ومن واجب الزين واني ويرحمنا مزيان يوقار واني يكسان غاد جشيب وقال العلماء واخاب ذا 63 سنة ايكي من قين من النان اقموم حبر على ورق اخساوي تخساوي تخسا اقوان سوريين غمار والسورة والسورة يا جيتن مار العالم يتفرج أين حقوق الإنسان وأين حقوق الحمير وأين حقوق الحجر من يتجا من يتجا من يتجا هاي قشت القنطن هاي قشت تصنبوذفر هاي قشت قذورة هاي قشت مقطعين يكسا فامغط واسماني ثارور مسكينة ثاروة واسمان عور وحذس قيطرة جيجنا واجنا لس كشنا فنجان تحرات قبار الكاميرا تصوان ماني يتجى المؤتمرة تيقين باش يبصورة خمي غاي مغا وإزما ذي خدم وإزما ذي ويوا وإزما يخسذي في من غيش من غيسو من غايا وانا أرحم نشين ذي مسر من انا أرحم يويا اذن غارحم عذو ذي انضير مين عماس وانا أرحم نشين الوالد نغي كسان ذي مثنغ خواتي تنغ عوانتي تنغ الجيران نغي كسان وثنار حمهني أرحم عذ مدن لا إله إلا الله محمد رسول الله شومار زي المظاهر في عفانين أنه عن تحترم بن ذم يكسان شومار زي ثذرين بن ذم ذي وثام غاه النص نختار والنص غاورة نغ ذي صافة نغ فيرية نغ غاسبة بس نغ إما سكسان إلي بالله خاسني الجهن دي هداث
قال اش مشي سنغي قواجي خصواتي يمغى ومي يمغى عبد السلام خاص تبلعد شنو راه حبس خيش نغاس 80 90 ويزما ذي بد ويزما ذي ناز لا قد عقب غا 26 ما تعقب الدمر انت بلا خاس صح نجا الطم مزيان ثاني خفا مغا الطم مزيان ما راه غاساري يا زيم غا يكسا مين تسري غوا نشتعي شغل واقع اطح غوره اتبلع خو الساني ذي هدات ايوا قجي فندار سجن الطبسيه مودي جن كاس موامان صافي طاح 6 7 8 9 30 كوره تبلع خاص بنادم مشنا وش مويدي ذي هدات وزريق 86 ومانايا ما راه يعقب انت ذي الناس قاتو غيماني خفير حريق تو حوايج غير كاس موتاي حما تو غاخص غاكا غادو تشا يريه الناس احرق تزوق زلي و امو والله غام يقوم ربي امو ركني وصفار ونوم كما تدين تدان اعمل ما شئت كما تدين تدان الجزاء من جنس العمل إذي هذه فرونتيرا معليكوني لابس خاص نار حميض اطرح ثمغات غاس 50 60 80 اتثابو تقرني شنو دربث ها اتمش الخصاديس 10 دروس 100 دورو وين وقع فاميليا ورا الجمعيه ورا يمسر من فين انت صغير تغي ما سنتني شحال غتعيش 10 سنين 5 سنين دوا اتفقي مسكينه اللي يدها تسبح تستغفر تزوم منهم الزمان اترمز شويه ندير قبري غفاقوح صبح قبري الفجار ماشي سنت تقنسار الشهور ماشي سنت تقنسين الدار الغار ما مش خاص نتكارف الصن ذي ثيني ذي دي مسر من سوق موم والنبي قاضي الحديث الصحيح يا معشرة نبي من آمن شهد ذن غنو من يا رسول الله رجع يا معشرة من آمن بلسانه سقمهم مرة ذي مسرمن ربعاض رفعاير الشيطان خميك تغير مسرق إذا شي زاشك تغير اسم الشيم تتشوبيتا أجي قيمة لأستاذينا يا ربينا أشي تحدث أشي تحدث فقال سؤال خوش ميمي ذي يتحدث خوة من يقانش صنخت وانت يسن باللي نش صنغ من ذي قارين شمايمي لا باش اشي عزج جيف باش نشوف شي جو الصوره النظني انت ما راه تسقسي الخاس دي هدا الناس اتفذ العياذ بالله زنو عني يلقاك عناقا يقسم بالله لا يطيق لك فراقا ملك كريم في مظهره شيطان رجيم في مخبئه يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب عياذا بالله فينا يخدم ندير بيوت فارطة ما يمسر من فارطة مثمغه 70 عام يدغيوير اتخدمه اتخدمه 200 دورو زي 6 الصباح غيد العشاء 200 دورو وتصغر كيلو دار در مكسوم 200 دورو يتجات شي ثني وغات جواريات ني غوا يمريش ني غني وما مش خميت غاث اسدان خدم عرضنا عرضن طاروان عرضن طاروان طاروان مالطا اشفافن اخمي غاث كمل ثوذرين ما راغات شمو غيوري شو ساردون هذا صفار ما غا يوبشاس 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 لان قد خدس دوحده 200 دورو 200 دورو صدق وزد فتحت سجيش تعرد إيش 50 توز ديش تنغانغ وغان 50 غار خدمت وشي تعرف عخي في السن في السن وضان دوز ما تخزاد يغس 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 انتبانا نغس مين زي قيدا مو اي مينو ني وخلي الله وعاون ما يشوي قاك شي ناي الدوا شنت من ميا ما كذا ناي شغاري شن 60 دور صغير ما يشوي الدوا ني غاس واخا مين زي قيدا مو سمين داي ثنا وانا على منبر رسول الله ثنا يروح صبنا غيشين وذان شنو ثا خدام صبنا غاسن والسين
يفرش النظام الطاط والسمنت عام ماني تغين باش وتغمان تقنخاس نشان الدواء شان المواد وشي ناس كم تصبر مسكينة غضر الناس كير مش تمار وشي نغان قارو وشي ناس ميتين دورو سكن تدخو فغلا ذا لذا تتار وذي صغي صغن الدواء امسر من أمة محمد يا رب أخذ أرحمه وذي سبيتارة نهر مني غش مريك ساوى غاسبو التمنيات ما مش غيت وعمل كل شي باين اليوم ختم غيم تنس القصة أتزامو مقان شوي نارحمف شوي نمسرمن شوي نيني تقضن صيد عربي واجي وزي عمر عثمان علي قصة ثوقة غاضي عشاصني نهن قاروت ذي دولة عربية اثنين نوذان غريق دي الكتب السنة سري غزدي الشاريط عالم سعودي اثنين نوذان غاس نجار 90-95-98 عام وغاس 90-95 وغاس 95-98 خميني ذا غدي تاس يغصني غنو حر وانا عزم شيء قموما مني زي قلة الأدب ما رات استعمل الفوسة فوسي استعمل وا ذاخر مو بالعقمم ما رات استعمل ذو النظر ما استعمل لا عرانس الإسلام يظفارش ذي كل شيء الزق ديار إنسان ممتاز لأن زي الشيطان يقال نبي وتكشي من نار ما روات استطعب اقمم فوسخ قمم إذن من يوقعن وفن سبيتار مبانتن ويجنسن وغاصلة ثمغاه لميث ليجيس قينتن دي سبيتار مرض مزمين ترمش ثوطة خيغص ترجان المخت أرمين رقم دي سبيتار وشي ناس نجنبيت دي سبيتار غاطة دي دولة عربية وشي جن قينت غار حيد جن غار حيد ترجان المخت قد عن زي سندهية سمعاوي وثير مشت ويز ماذي ينهز مالا يروح غادي قيم فو الطاثر مشت إيش جنغا الطاث دي ليش نكازي ضم الزيان إيش جنغا رحيل واني غا الطاث إذاو قذي سنت إيش الناس زين تساعد معاي كمر يتسخو عرا يتتمني سقوم ما تسامني يتفرقوا عرو ذنس آمني ويز ماذي آريش مزين تساعد واني رعافا إيري يسد الإذن المضبي في رميرة خاما نتقعد شوي سوو الزار أخمث نظف شوي تامو باش هذي قهادي نرز هذي السجزي مثلا زير كازي النين خمي غاي السج والنظني والو يطاوين باللعن 24 ساعة يهرشم التام يو مين دي سيروح مكوني جنيعون بحرو قوي النو قوي النو خزامي مصر من وني سجن زير كازين كي سنين وهي تويري أسيني ونغني ما تصدني اختفاقه مرين هزني غي قزد إشارة فاقه إقارسي واسحسش عاوض غمني توقي عن ذي بارا يكسير هم النس إقارس قش ذي بارا الخط واريغ أنزاي الشات خان غذير مش تازي خنطا والسين مني توقع أقش أنزاي الشات أذي عذو شهرين إقارس أذي خزاق شعر بيعي مغاد ذي أقش الوالدين صفوغ ذي حنجاني مزيان وا 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 واني مسكين يتسرق ويتويري ويتسري ويتقيني ورن ذكريات سمحن داي فاروان نصوري جندان واقعية أمني سنين أرمي جنهاي فاقد في رميرة سرغة صغيو ويموت وسارة عون ما يأثننظر يفقد كيس ونظني ومن يفيموث يبدا يترو شنو حنجارة مزيان ما يمي لان ذوني تغثي طعاشان شنو الرئاسة يتنفس ذوني تطوي النص ذوني ارمي فندرانت عقبن دي يترو يترو مني الناس اللي هو زعما خفي تخفم شويه ديال سبيتامين ديال وش ما يكسي ما يساغ ومشنس ان انا سوان زماش نحاذاش كس الامر مضبيب ويش غي حاذانا يكسو ما ديك كفوز ما رد عفان ولو الدواء غاري غاك يسقن عيثان زيد زي وضبيب الناس هزنت قامي وينتغاطا فني رميث غياويا
يترجى غامر مدى غوزين من ساعة رعاصة مربدة انت تيوض انت يراغا مين تخسر الناس يوقيذا وش ما يزين ساعة مني موثن وش ما يسقع ذما يفسي جغزير كازير خزاغ مني توقيعا سقع ذما يدروس وهو خار حريقة صفار الناس في ربيرا مين تقا ما نشغل سقع ما نج الناس ذا غار كازير ذين كازير ذا مزيان ولكن من دين وانس ذين الصا يقارس تخزا وتويري غوالو الناس واه من غفزا الناس يواضر كازي الناس ولكن قالي لي الصورة وانس يقاعد الناس يوني تغذى مين تغذى خزا الناس مالون الناس وني تغذى يموتن الناس تغذى خزا زير كازي الناس ينش الناس واه ويتعود يمين توقيعا زيت سنغ مقان غذير مشتا مقان غذير حمو مقان الناس مو الناس واه الناس يوقوني ذات غا ضدار غار ويتويري مين تفهم أمي يكسى يمغى سمحندس يهرورة الحياة مستقبل يروح يكسرهم نماس مغنير يسخارق خاص جائز باش ذيك شوين رقم ذات يصفاح ذي قاربي وقولوا للناس حسنا ذي قال نبي رميسين وصحابي وصي يا رسول الله أفضل الأعمال إن السرور تدخله على أخيك المسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك.